يبدأ الفيلم بعرض شاحنة حاوية بها تم طرده للتو من منطقة مقيدة معروفة المنطقة 51. الشاحنة في طريقها إلى في مكان ما أثناء اصطحاب الجنود. من أحاديث هؤلاء الجنود تبين أنهم لا يعرفون المحتويات من الحاويات التي كانوا يسلمونها. على الجانب الآخر، هناك زوجين متزوجين حديثاً يستمتع بأول يوم للزواج. المرأة التي كانت في سعادة غامرة أعطت زوجها متعة لا حصر لها. منذ الرجل كان يتمتع جداً في المرأة أفعال، لم يدرك أن السيارة كان يقود سيارته قد انحرف عن مساره. نتيجة لذلك، سيارة الزوجين يصطدم بالشاحنة التي تنقل الحاوية الغامضة. القائد الذي قاد قافلة الشاحنة تلقت مكالمة من يطلب منهم الابتعاد عنه الحاوية. ومع ذلك، قبل أن يتمكنوا من ذلك اسمع ما قاله المقر، وهو أمر غامض: خرج مخلوق فجأة من الحاوية. تبين أن المخلوق الغامض هو زومبي، وبدأ بمهاجمة الجنود هناك. بعد ذلك الحادث، الزومبي والمصابون جنود يستعدون لمهاجمة مدينة لاس فيغاس. مدينة لاس فيغاس التي يبلغ عدد سكانها الملايين من المواطنين، تحولت الآن إلى مدينة الزومبي في ليلة واحدة فقط. الحكومة كانت غارقة في جهودها للقضاء على فيروس الزومبي بسبب انتشاره السريع. أجبر الحادث الحكومة أخيراً لبناء جدار حاوية حول كامل مدينة لاس فيغاس مع ترك الزومبي في المدينة. بعد بضعة أشهر، تم تسمية جندي سابق سمع سكوت وارد النبأ يخبر الرئيس كان يخطط لقصف المدينة باستخدام متفجرات منخفضة السلاح النووي. ثم، صاحب كازينو، السيد جاء تاناكا إلى مكان عمله. يقدم سكوت مهمة استرجاع 200 مليون دولار من مبنى كازينو في مدينة لاس فيغاس الميتة. بالتفصيل، السيد أمر تاناكا سكوت بتشكيل فريق للقيام بذلك المهمة، والفريق المشارك سيكافأ 50 مليون دولار من الأموال التي تم أخذها بنجاح. ثم يتحول المشهد إلى منشأة للحجر الصحي داخل جدار الحاوية. امرأة اسمها جيتا كان يطلب من ابنة سكوتي كيت أن تنظر بعد أطفالها. جيتا تقول أنها ستفعل ادخل مدينة الموتى لتجد الكنز تركت هناك. إنها تخطط لدخول مدينة الموتى بمساعدة أحد المطلعين، ليلي، امرأة حارس الحدود. في هذه الأثناء، فجأة حلم سكوت ماضيه عندما أجبر على قتل نفسه زوجة لأنها تحولت إلى زومبي. بعد بعض التفكير، وافق سكوت أخيراً إلى البعثة التي كان قد قدمها في السابق السيد تاناكا. بعد فترة وجيزة، بدأ سكوت في تجنيد الناس كان يعرف أنه سينضم إلى فريقه، الذي كان يضم ماريا وفندر. هم قوات النخبة السابقة، وعرضوا مكافأة قدرها 15 مليون دولار لكل منهم، بما في ذلك سكوت نفسه. ثم البقية: بيتر طيار مروحية. يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. يرجى تقديم دعمك عن طريق التبرع في مربع الوصف أدناه. شكرا لك. مقابل 2 مليون دولار، ويوتيوبر لصيد الزومبي جوزمان مقابل 500 ألف دولار. ديتر، وهو كسر آمن مخترق بمكافأة 250 ألف دولار، والمال المتبقي للاحتياجات الطارئة. بعد أن انتهوا من تجنيد أعضاء الفريق، أعدوا على الفور مفضلتهم الأسلحة التي كانوا سيستخدمونها فيما بعد للتعامل مع الزومبي. في اليوم التالي، أحضر جوزمان أيضاً أصدقاءه، ديمون وتشامبرز، للانضمام إلى البعثة. سيد، ثم شرع تاناكا في شرح استراتيجيته بالتفصيل حول المهمة التي كانوا بصددها لتنفيذه. كانت الخطة بعد ذلك: تمكنوا جميعاً من اختراق الجدار الحدودي، سوف يخترقون جميع الزومبي حتى وصلوا إلى المبنى الذي يوجد فيه تم وضع الخزنة. بمجرد دخولهم إلى، سيذهب بيترز إلى السطح لتجهيز المروحية.
بينما الآخرون سيتبعوا ديتر إلى الخزنة، حيث هم سوف يستردوا كل الأموال. بمجرد الانتهاء من كل شيء، سيذهبون جميعاً إلى مكان بيترز مع المال، بالإضافة إلى أنهم سوف يفعلون ذلك برفقة أحد رجال تاناكا سيراقبهم للتأكد من أنهم لا يفعلون ذلك. خذ كل المال. لديهم أيضاً واحدة اليوم لإكمال المهمة أمام الحكومة، يفجر الأسلحة النووية على كامل مدينة لاس فيغاس. في وقت لاحق من تلك الليلة، طلب سكوت من كيت المساعدة يعبر الحدود. عرض كيت 15 مليون دولار تدفع للأطفال التعليم في المخيم. في الواقع، كيت هي ألف متطوعة في الحجر الصحي، وهي قد يسمح بشكل غير مباشر للأشخاص بالدخول إلى المنطقة الميتة. في اليوم التالي، استقلوا الطائرة الحافلة وبدأت رحلتهم إلى المخيم. عندما وصلوا، التقوا مع ليلي، من سيأخذهم إلى مدينة لاس فيغاس. ثم أدركت كيت أن جيتا التي دعت لها بالفعل لدخول مدينة الموتى غادر المخيم. ثم أصبحت غاضبة ولكمات على الفور ليلي في الوجه. هي تبين أن ليلي ليس لديها فكرة عن جيتا، كان لديها طفل، مما جعلها تسمح لام جيتا لدخول لوس أنجلوس. نتيجة لذلك، سألت كيت لتأتي مع سكوت للعثور على جيتا. في البداية رفض سكوت طلب كيت، ولكن بعد أن هددت كيت بالذهاب بمفردها، كان سكوت اضطر للسماح لابنته للانضمام إلى البعثة. ليس فقط كيت، ولكن ليلي، سألت سكوت أيضاً الإضافة عضو آخر، بيرت، لأنها بحاجة مساعدة بيرت داخل المدينة. ثم بدأوا مهمتهم ودخلوا منطقة الزومبي. بمجرد دخولهم المدينة، فجأة سمعت هدير عالي يقترب منها. اتضح أنه زئير نمر الزومبي. أصيبوا بالذعر في البداية، لكنها انقلبت خارج النمر كان مجرد يمر وكان لا نية لمهاجمتهم. بعد الحادث، اقتربت ليلي على الفور وحاول بيرت أن يطلب بندقيته. ثم مرة واحدة أعطاها بيرت بندقيته، وأطلقت ليلي النار فجأة في ساقه، زاعمين أنهم بحاجة لتقديم القرابين للزومبي. ماريا اعتقدت أن ليلي قد خانتهم جميعاً، لكن وفقاً ليلي، فقد فعلت ذلك بسبب. إذا لم يقدموا تضحية، فسيكونون كذلك. التعامل مع الزومبي الذين كانوا أكثر ذكاءً من الزومبي المعتاد، أو المشار إليها بشكل شائع إلى زومبي ألفاً. بالإضافة إلى سبب استخدام ليلي بيرت كضحية، لأنه غالباً ما كان يفعل أشياء سيئة للنساء في معسكر الحجر الصحي. بعدما سمع هذا، وبقية أعضاء الفريق في النهاية وافقوا على تقديم بيرت تضحية حتى يتمكنوا من ذلك، تمر عبر المدينة دون التعرض للهجوم بواسطة زومبي ألفاً. لم يمض وقت طويل بعد، ملكة الزومبي وأحد حراسها الشخصيين جاءوا، وأخذ بيرت على الفور للذهاب إلى مكان ما. عندما وصل بيرت إلى المبنى، وجد نفسه محاطاً بألف زومبيز، حتى أحد الزومبي المعروف باسم ملك الزومبي وصل وحوله إلى زومبي ألفاً. بعد رحلة طويلة، هم اضطررت إلى المرور عبر مبنى للوصول إلى المبنى الذي كانوا متجهين إليه. اتضح أنه كان هناك الكثير من الزومبي هناك الذين كانوا في حالة سبات أو نائم لفترة طويلة زمن. نظراً لعدم وجود طريقة أخرى، لم يكن لديهم خيار سوى المرور عبر حشد من الزومبي. يقودهم سكوت عبر الزومبي من خلال وضع العلامات طريق قابل للمشي. ومع ذلك، أثناء الطريق، ألقى مارتن رجل تاناكا بعيداً العصي الخفيفة، مما تسبب في تشامبرز الذي كان وراء له أن يسير في اتجاه آخر. للأسف، بينما كانت تحاول الخروج من منطقة الزومبي، قالت اصطدمت بطريق الخطأ مع أحدهم، مما تسبب في الزومبي يستيقظون ويريدون مهاجمتها. حاولت تشامبرز محاربة الزومبي بالترتيب للخروج من ذلك المكان، لكن لسوء الحظ، أغلق مارتن الباب وأغلقه وغادر غرف محاصرة في حشد من الزومبي.
ثم سأل جوزمان الذي شاهد هجوم الزومبي مارتن عنه موقع الغرف. بدلاً من ذلك، قال مارتن ذلك لم يكن لديه أي فكرة عما حدث لتشامبرز. بعد فترة وجيزة، خرجت تشامبرز فجأة من خلال النافذة. ومع ذلك، لأنها كانت كذلك محاطاً بالزومبي، أخبرت تشامبرز جوزمان للخروج من هناك على الفور. كان جوزمان كما أجبر على إطلاق النار على البنزين الذي تشامبرز كان يحمله. بعد أن وصلوا إلى وجهتهم، سكوت وجه الجميع لتنفيذ مهامهم المهامة، حيث يتجه بيترز وماريا إلى سطح المبنى لتجهيز المروحية. كان مارتن وليلي مسؤولين عن الاحتفاظ بها الوضع خارج المبنى تحت السيطرة. تم فتح الخزنة بواسطة فاندر، ديتر، وجوزمان، بينما تم تكليف سكوت وكيتن لبدء المولد. دون أي تأخير، انطلقوا جميعاً على الفور لتنفيذ ذلك مهامهم. ليلي ومارتن اللذان كانا على حراسة خارج استفزاز فجأة المظهر ملكة الزومبي بدون سبب واضح لكي يمسك مارتن بملكة الزومبي. الحارس الشخصي لملكة الزومبي الذي شاهد الحادثة حاول مهاجمة مارتن، لكن في النهاية تمكنت ليلي من إطلاق النار وهزيمة الحارس الشخصي لموات الأحياء. اتضح أن ليلي فعلت هذا مساعدة مارتن الذي قيل سابقاً أنه بحاجة إلى دم ملكة الزومبي من أجل القيام بأبحاث الدم، لكن يبدو أن مارتن كذب على ليلي بسبب كان هدفه الحقيقي هو أخذ رأس ملكة الزومبي حتى يتمكنوا من إنشاء جيش من الجثث الحية التي يمكن السيطرة عليها. عندما رأت ليلي هذا، حاولت تحذير مارتن أنه إذا تمكن ملك الزومبي من العثور على ملف جثة ملكة الزومبي، اتفاقهم السابق سيكون عبثاً. على الجانب الآخر، بعد تمكن سكوت وكيت من تشغيل المولد، أخذ بيترز وماريا المصعد بسرعة إلى السطح، بينما فاندر والآخرون توجهت إلى مكان تم العثور على الخزنة. بعدما وصل الثلاثة إلى الخزنة واجهته العديد من الزومبي حتى النهاية، تمكنت من مسح المكان كله. بعد تفجير البوابة، الثلاثة حاولوا البحث عن العديد من الزومبي استخدم كطعم لإطلاق جميع الأفخاخ القاتلة. بمجرد إطلاق الفخاخ بنجاح، بدأ ديتر في استخدام مهارته لفتح أمنت. في غضون ذلك، يبدو بيترز أن يواجه مشكلة في بدء تشغيل مروحيته التي تم اكتشاف تلفها في أجزاء متعددة. علاوة على ذلك، اشتعلت النيران في المروحية أثناء كان بيترز يعبث بالمحرك. في نفس الوقت، كما كانوا يشاهدون الأخبار، اتضح أن الرئيس قد تحرك إلى الأمام موعد قصفه بيوم واحد في وقت أقرب مما هو مخطط له. هذا يقلقهم جميعاً منذ الآن. كان لديهم فقط ساعة ونصف لإنهاء المهمة قبل أن تكون المدينة نصف بسلاح نووي. بعد سماع الخبر، سكوت والآخرين ذهبوا إلى الغرفة الآمنة، لكن بوجودهم اضطر ديتر الذي كان يفتح الخزنة في تلك اللحظة، وكان عليه أن يبدأ من جديد البداية. أثناء انتظار ديتر لام فتح الخزنة، بدأوا في عد الأموال التي وجدوا في المبنى لتوزيعها بالتساوي بين باقي أعضاء الفريق. بعدما انتظر بعض الوقت، تمكن ديتر أخيراً لفتح باب الخزنة. كانوا جميعاً سعداء جداً عندما رأوا كومة كبيرة من المال في الخزنة. ثم أخبر سكوت فاندر والأخرين بسرعة وضع المال في الحقيبة لأنهم فقط بقيت ساعة. كما أنه لم يدرك ذلك أن كيتا قد غادرت بالفعل، وكانت عليها الخاصة بالبحث عن جيتا ملك الزومبي. على من ناحية أخرى، وجدت الجثة في النهاية ملكة الزومبي وأعادتها إلى قاعدتها. مع العلم أن الطفل حمل من قبل ملكة الزومبي قد مات، ملك الزومبي غضب وأمر جيشه بالكامل لمهاجمة المبنى، حيث سكوت وكان آخرون يقومون بمهمتهم. عندما يدرك سكوت أن كيت ذهبت إليه العثور على جيتا، يخطط للعثور عليها مع ماريا.
ومع ذلك كما كانوا على وشك الدخول المصعد خرج الزومبي فجأة وقتل ماريا. بعد أن تمكن سكوت من الهزيمة القليل من الزومبي نظروا على الفور للحصول على مخرج من ذلك المكان، لكن لسوء الحظ مارتن تركهم جميعا محبوسين وذهب بعيدا. عندما أدركوا ما كان يحدث حاولوا الخروج من هناك باللكم ثقوب في الجدار مع بالمنشار بواسطة فاندر. لسوء الحظ عندما كان فاندر وكان ديتر يبدد الزومبي فجأة جاء ملك الزومبي وكان على وشك ذلك مهاجمتهم على حد سواء. حاولوا إطلاق النار على ملك الزومبي في الرأس، ولكن بسبب ملكه خوذة حديدية لم يتمكنوا من القيام بذلك، مما اضطرهم فاندر لمحاربة ملك الزومبي بعاريه اليدين. عندما كان ملك الزومبي على وشك أن يعض فاندر من ناحية، جاء ديتر فجأة وضرب الزومبي كينغ، ثم ضحى بنفسه لإنقاذ فاندر بإحضاره داخل الخزنة. مارتن في من ناحية أخرى حاول أن تأخذ ملكة الزومبي رأسه لأنه كان على استعداد للذهاب، لكنه استدار من أن ليلي قد استبدلت سابقا رأس ملكة الزومبي مع عداد النقود. لا بعد ذلك بوقت طويل كان النمر الزومبي حراسة خارج فجأة هاجمه. عندما نجح سكوت وليلي وجزم في الخروج في الغرفة الأمنة خططوا للذهاب مباشرة حتى مكان بيترز، ولكن منذ الكسالى كانوا قريبين جدا منهم أجبروا على ذلك محاربة الزومبي أولا. لسوء الحظ جزم عضه أحد الزومبي فقتل نفسه عن طريق تفجير كل القنابل اليدوية في جسده حتى يتمكن سكوت وليلي من ذلك الهروب من هجمات الزومبي. عندما وصل الاثنان إلى السطح اتضح أن ملك الزومبي قد أمسك حتى معهم، لذلك اضطرت ليلي لأخذها خارج رأس ملكة الزومبي لتهديد ملك الزومبي. ثم طلبت من سكوت الصعود الهليكوبتر على الفور. للأسف ألقى ملك الزومبي رمحه مباشرة جسد ليلي، ثم أجبرت ليلي على السماح الذهاب من رأس ملكة الزومبي والتي في نهاية المطاف سقط من أعلى المبنى وكان سحقت. في هذه الأثناء تمكنت كيت أخيرا من ذلك العثور على جيتا الذي تم حبسه من قبل ملك الزومبي في مقره. ومع ذلك كما كانوا على وشك الهروب جاء الزومبي برت فجأة وعض أحدهم. بعد أن تمكنت كيتون من قتل الزومبي برت جاء ملك الزومبي مع العديد من رجاله وهاجموا على الفور كيت وجيتا. حاولت كيت وجيتا القتال الزومبي حتى تمكنوا أخيرا من ذلك أهزمهم جميعا، والآن هناك فقط غادر ملك الزومبي. عندما كان ملك الزومبي على وشك مهاجمتهم جاء سكوت فجأة وأطلقوا قاذفة قنابله. ثم عندما وصلوا إلى السطح اعتقدوا التي غادرها بيترز، لكن لحسن الحظ بيترز لا يزالون عدوا لإنقاذ الثلاثة منهم. ومع ذلك لم يدركوا أن الزومبي كان الملك لا يزال على قيد الحياة وتمكنوا من القفز في المروحية. حاول سكوت القتال الزومبي لكنه تعرض للعض قبل أخيرا تمكن من إطلاق النار على رأس ملك الزومبي. قريبا بعد ذلك تومضت قنبلة نووية في السماء، وعندما انفجرت القنبلة أثر وأدى الانفجار إلى تأرجح المروحية حتى تعرضوا لحادث خطير. عندما استيقظت كيت من عدم وعيها أدركت ذلك مات بيترز وجيتا. في تلك اللحظة فقط سكوت وكيت نجا من الحادث. ومع ذلك منذ أن تعرض سكوت للعض من قبل من قبل ملك الزومبي أجبرت كيت على إطلاق النار سكوت في رأسه عندما ظهرت عليه علامات يتحول إلى زومبي. بعد أن دمر الانفجار النووي المبنى بأكمله اتضح أن فاندر كان لا يزال على قيد الحياة وتمكن أخيرا من ذلك أخرج من الخزنة. بعد مسيرة طويلة هو ثم التقطت سيارة وخططت للسفر إلى الخارج مع عدة أكياس مليئة بالمئات من ملايين الدولارات نقداً. قبل أن ينتهي الفيلم شعر فاندر الذي كان على متن الطائرة بالدوار فجأة قررت الذهاب إلى المرحاض.
من هناك هو أدركت أنه تعرض للعض من قبل الزومبي ملك، وينتهي الفيلم. يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. نحن بحاجة إلى دعمكم للحفاظ على عمل هذه القناة. يرجى التبرع في مربع الوصف أدناه. شكراً لك.